بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورفعنا به المقامين، مقدمات المصنف. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، أصلا في معنى الأصل والفرع، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر فقه، يعني كلمتين. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. هذا شيء معروف، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. يعني الأصول هي الأصل، والفقه هي فروع لهذه الأصول. ففروع الفقه مبنية على هذا الفن، أصول الفقه. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. شرب حسيني معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، ليش قال الاجتهاد؟ لأن كل إمام أئمة الأربعة عمل بالدليل أصل الاجتهاد. قالوا عز وجل وامسحوا برؤوسكم فقمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين. عند سيدنا أبو حنيفة الفرض مسح الربع، عند سيدنا الشافعي رضي الله عنه ولو شعره، سيدنا مالك مع انه الفرض نصه كله لين جانب من دخول الماء على الرؤوس وامسحوا برؤوسكم. الماء عند الاحناف الانصح يعني امسحوا رؤوسكم حال كونكم ملصقين أكفكم برؤوسكم، فلصقنا الكف بالرأس فوزناه أخذ ما ساترنا، وكل كف بحسب رأس صاحبي في رأس كبير في رأس صغير. عند سيدنا الشافعي الله عنه الباء، لأن الباء تأتي للتمغيض في اللغة العربية، فيكفي عنده الفرد شعرا. سيدنا مالك الباء زائدة، لأن
قواعد عربية تقتضي هكذا بحرف البر. صار المعنى فامسحوا رؤوسه. عن سيدنا مالك رضي الله عنه يفترض مسح كل الرأس. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ثم قال فصل في أنواع الأحكام. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه.